كابتن حسن، هروح شويه للاهلي والزمالك. بدايه النادي الاهلي مع كولر هي بدايه يعني مبشره جدا، والزمالك بدايته في الدوري السنه دي هي بس التعثر اللي حصل قدام انبي. بالظبط، كنت بتكلم في المقدمه انه تعثر الزمالك ده ما يديش تصور للي جاي، عشان اتصور انه الزمالك ممكن يرجع عادي جدا. والاهلي نفس الامر، الاهلي برضو احنا محتاجين نحكم على كولر في ظروف صعبه. يعني دايما المدرب لما يبقى معاه لعيبه ولعيبه جاهزه وفايقين فكل الامور بتبقى حلوه وميسره، عايزين نشوفه في الظروف الصعبه برضه هيعمل ايه. بالظبط، ارد عليك في السؤال ده بدل ما حسن يكمل. لا بعد دي بس انت رد عليه، انا ارد عليك في الجزئيه الاخيره. معلش كابتن حسن سيبه ويرد عليا. طيب اتفضل يا كابتن. نلحقه بس قبل ما ينسى. انت كنت بتقول على ايه؟ ايوه قبل ما انساها. ان كولر بيتحط في ظروف صعبه. ان كولر لحتى هذه اللحظه بيقدم اداء مبهر مع النادي الاهلي. لازم تعرف ان المدرب هو اللي بيحط نفسه في الظروف الحلوه وهو اللي نفسه بيحطه في الظروف الصعبه. يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني موسيماني لما ما كانش بيمرن وكان عمال ياخد من مخزون العيال خد بيهم بطولات، بس بعد كده حط نفسه في مأزق ان هو كان خلاص في النازل. جري جابوا سواريز لقى اللعيبه خلصانه فحب شكرا. كولر فوق اللعيبه، او اللعيبه بعد الراحه والمجلس الاداره اللي خده السنه اللي فاتت قرار، ناس كتير هجمته القرار انه يريح الناس دي خلاص. بس ميزه الاهلي او القرار نفعه في ان كان في اخر الدوري وكان خلاص اللبنات راحت فحصل مفيش دوري. مشكله في الزمالك السنه دي ان هو بدأ السبق وما ريحوش الزمالك. أيوة. نفس القصه اللي حصلت للاهلي هتبتدي اصابات في الزمالك دلوقتي كام واحد عنده فتره راحه طويله فتره توقف مش 15 يوم مش كتير يعني، بس في ثلاث اصابات مش هيرجعوا دلوقتي، وفي لعيبه في المنتخب ما تضمنش يرجعوا لك فايقين ولا لا. المهم عشان كده النهارده انا شايف الراجل بيقول لك عمال اطلع ناشئين اطلع ناشئين. لا انت بدري قوي على التجربه اللي انت عملتها السنه اللي فاتت. لو انت كنت عايز تبتديها صح كنت ابتديت بالناشئين السنه دي وريحت بعض الناس في الاول وابتديت بيوسف. هو دلوقتي فيرا بقى وحش. مش وحش، ما هو الكلام مش معنى ان انا انقده. ما هو مجلس اداره الاهلي ما كانش وحش لما كنا بننقد ونقول لا واحد اثنين ثلاثه. انت انا ما بنقولش. انا قلت الجمله. انما الزمالك وحش دلوقتي، فييرا وحش دلوقتي. لا هو بقى له فتره يا كابتن، برضه لازم نيجي نتكلم يا كابتن كريم من ماتش الهلال. مشكله فييرا ان غير الطريقه، مش هو ما غيرش يعني، سحب واحد من قدام. هم كان بيلعب ثلاثه قدام اللي هو كان زيزو ايام لما كان بيلعب زيزو وسيف وبن شرقي، سحب واحد من هنا حطه في نص الملعب. فانت الكثافه العدديه بقت في ال 18 عندك، او الكثافه العدديه بقت قليله. هي دي النقطه. واختياراتك للعيبه، اختياره للعيبه، انت دلوقتي بقيت الوردي الناس كلها دلوقتي لما تيجي اي زملكاوي تقول له الوردي يتجنن يقول لك لا انا اتمنى اتعمه ما اشوفوش يعني. ما هو بسبب ان هو حرقه يا كابتن. انت لما تيجي كل ماتش يغلط مش متوفق وتلعبه تاني مش متوفق بس هو اكيد شايف ان اللعيب ده فيه حاجه كويسه، واكيد كويس لان انا في الاخر انا بره كويس. اكيد لعيب كويس كده طبعا، واحد رجاء ووداد ومنتخب مغرب. لا احنا بنتكلم يا كابتن، احنا الفتره دي طبعا في الاستوديو احنا بنتكلم وبنشوف بس قدامنا. هو الراجل بيمرنه كل يوم فعارف امكانيات كل لعيب. عارف يا كابتن حسن، قلت السؤال الاعتراضي للكابتن عبد الجليل انه فريلا بقى وحش عشان ده كان البروفيسور والجد لا انا مش بتكلم على الكابتن محمد عبد الجليل دلوقتي واحنا بنتناقش. انا بتكلم على في ناس كتيره دلوقتي، الحق فريلا بقى مغرور، الحق فريلا مش عارف يدرب، الحق فريلا مش عارف ايه كل دوت، عشان هو خسر ماتش السوبر وتعادل ماتش مع انبي. طب هو اصبح المدرب السيء وضحك علينا. في فرق بين الراجل عنده قصص نجاح عظيمه يعني. يا كابتن كريم، في واحد بيبقى قاعد قدامك بيقول لك لا ده ما عندوش فكره، وفي واحد قاعد قدامك بيقول لك لا هو بيخطئ في حاجات هي اللي مرجعاه لورا. وده صح بالمناسبه يعني، بس بالمناسبه احنا انما ما واحد بالحجم ده اقول عنده وحش، وازاي ده بقى وحش ازاي؟ وده مش عيب،